هالو كيجوان today we will take connect. النهاردة حبايبي هناخد مع بعض connect the second term, الفصل الدراسي الثاني. هنبدأ بunit 5 الوحدة الخامسة. its title عنوانها my food. my food يا أصحابي يعني طعامي. النهاردة أنا وصاحبتي دورة جايين علشان نعرفكو healthy food الطعام الصحي و unhealthy food الطعام الغير الصحي. طيب تعالوا كده وريكو الأطعمة المفيدة اللي أنا بحبها أنا وصاحبتي دورة. يلا يا دورة عرفينا على الأطعمة اللي موجودة قدامنا. أول حاجة عندي يا أصحابي orange بمعنى برتقال برتقالة. كمان عندي apple بمعنى تفاحة. وكمان عندي أصحابي strawberry فراولة. وكمان عندي النهاردة date بمعنى بلح. وكمان يا أصحابي عندي nut بمعنى مكسرات. وكمان عندي egg بمعنى بيضة. وطبعا يا أصحابي كل دول من الفود اللي عندي healthy food الأطعمة الصحية اللي لازم ناكلها علشان تساعدنا في بناء جسمنا. يلا يا دورة علشان نعرف أصحابنا تاني بالراحة كده على الأكل المفيد بالنسبة لنا. أول حاجة معنا صورة أبل، وأبل طبعا يعني تفاحة. والأبل يا حبايبي دي من أنواع الفروتس الفواكه المفيدة جدا لجسمنا. يلا نشوف معنا صورة إيه كمان. عندي أصحابي كمان أورنج بمعنى برتقالة. ودي كمان عندي من الفروت المفيدة لينا. معانا كمان صورة ستروبري يعني الفراولة. طبعا يا حبايبي الفراولة برضو من أنواع الفروتس الفواكه المفيدة جدا لجسمنا. يلا نشوف معانا كمان صور ايه. إج يعني بيضة. البيضة مفيدة جدا لأن طبعا فيها بروتين وكالسيوم مفيد لجسمنا. يلا يا دورة معانا كمان صورة ديت بمعنى بلحة. البلح أو التمر طبعا مفيد جدا لجسمنا. ومعانا كمان في الآخر صورة نات يا حبايبي دي حبات الايه المكسرات. زي ما احنا كده شايفين قدامنا ايه، هي حباية سوداني واحدة بس اسمها نات، انما الجمع بتاعها الكتير اسمه نات يعني مكسرات. طبعا المكسرات يا حبايبي برضو من الاشياء الاطعمة ايه المفيدة جدا لجسمنا. طيب يلا نشوف مع بعض دلوقتي جمعتنا مع الفونكس. فونكس يعني صوتيات، واحنا متعودين ناخد بعض الليترز الحروف ونعرف اصواتها وكمان الاصحابها اللي بيبتقوا ايه بنفس الليتر ده. يلا يا دورة قول لي معانا دوت ليتر ايه. ليتر اف ساوند ف اف. شايفين يا اصحابي بنكتبه ازاي؟ كابيتال كبيرة بتكون فوق السطر، اما عندي اللي سمول بتكون ما بين السطر. برافو عليكي. طيب يلا مع بعض كده قوليلي، هو ساوند ليتر اف ف زي حرف ايه في العربي؟ زي حرف الف. برافو عليكي زي حرف الف. يبقى ساوند ليتر اف زي حرف الف. يلا نشوف اصحاب ليتر اف. اول صوره معانا صوره فلاج يعني ايه يا دوره؟ فلاج بمعنى علم. برافو عليكي ده علم بلدي اللي انا بحبه. فلاج يعني علم اوله ليتر اف. يلا تاني صورة، صورة ايه دي؟ فور نمبر فور ف فور. برافو عليكي فور ده رقم اربعة اوله ليتر اف فور. واخر صورة معانا صورة فلاور بمعنى وردة. برافو عليكي فلاور يعني وردة. طيب تعالي كده انا كمان جايبالك النهاردة معايا ليتر اس. طبعا شكله هو كابيتال بيبقى بالظبط زي هو سمول، بس سمول بين السطرين. يلا يا دورة قولي لي ساوند ليتر اس. س ستروبري. برافو عليكي. ساوند ليتر اس ده حرف ايه عندنا في العربي؟ زي حرف السين بالظبط. اول صوره معانا اللي احنا اخدناها قبل كده صوره ستروبري. ستروبري يعني فراوله. يلا نشوف كمان صاحب من اصحاب ليتر اس. ستار بمعنى نجمه. عليك ستار يعني نجمة. يلا نشوف مع بعض كمان صورة سكول يعني مدرسة. سكول طبعا مدرسة اللي انا بحبها مدرستي اسمها سكول. تعالوا كده مع بعض نراجع تاني كلمات ليتر اس. ستروبري ستار سكول. برافو عليكي يا دورة. يلا نشوف معانا دلوقتي سؤال بيقول ايه. look and circle f and s يعني ايه؟
انظر وضع دائرة حول الاف او والاس. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده اول صورة. صورة ايه معانا يا دورة؟ عندي صورة فلاج، صورة علم بلدي فلاج. يبقى السيركل عندي النهاردة على لتر اف. برافو عليك. يلا نشوف تاني صورة معانا. صورة ستروبري، ستروبري اللي هي الفراولة، اولها لتر اس هحط عليه سيركل. يلا نشوف معانا كمان صورة ايه. اف اف فلاور. يبقى السيركل عندي النهاردة يا اصحابي على لتر اف. واخر صورة معانا صورة ستار، ستار اولها لتر اس يبقى احط عليه سيركل. يلا يا دورة حلي معايا السؤال ده. ده سؤال سهل خالص. listen and circle the last letter. يعني ايه؟ استمع وضع دائرة حول الحرف الاخير. انا هنطق لك الكلمة، اسمعيها كويس وشوفي اخر حرف صوته ايه عشان نحط عليه سيركل. بصي كده اول صورة معانا دي صورة هاند، هاند يعني يد. بصي كده اخرها لتر ايه؟ هاند لتر دي. يبقى ده ساوند لتر دي هحط عليه سيركل. تعالي شوفي يلا الصورة اللي بعديها. دي صورة جام، جام يعني مربى. جام اخرها لتر ايه؟ لتر ام. برافو عليكي، هحط سيركل على لتر ام. معانا كمان صورة جوافة، جوافة اخرها لتر لتر ايه. برافو، لتر ايه هحط عليه سيركل. يلا كمان معانا صورة بريد، بريد يعني خبز. بريد اخرها لتر ايه؟ لتر دي. حط سيركل على لتر دي. يلا نشوف كمان معانا صورة سويم. الولد ده بيعمل ايه؟ بيسبح او يعوم. سويم يعني يسبح. سويم اخرها لتر لتر ام. واخر صورة معانا صورة بنانا، بنانا اخرها لتر لتر ايه. برافو عليكي، يبقى احط سيركل على لتر ايه. شطوره يا دوره. يلا نشوف مع بعض دلوقتي عندنا ايه. هعرفك دلوقتي يا دوره هيلثي فود وان هيلثي فود. هيلثي فود يعني الطعام الصحي. تعالي كده قوليلي الصوره اللي ظهرت قدامنا صوره ايه. اول صوره عندي يا اصحابي صوره فيجيتابلز، فيجيتابلز الخضروات اللي لازم ناكلها علشان تدينا صحه كبيره قوي لجسمنا. برافو عليك. طب وتاني صوره، صوره ايه؟ صوره فروتس، فروتس بمعنى فواكه، وطبعا كلنا بنحبها يا سناء. طبعا احنا كده عرفنا ان الهيلثي فود طبعا الفيجيتابلز الخضروات وكمان الفروتس الفواكه من اهم الاطعمه المفيده جدا لجسمنا وصحيه جدا. طيب يلا نشوف مع بعض كده. look and follow يعني ايه؟ انظر وتتبع. طب هنتبع ايه يا حبايبي؟ دلوقتي جايب لي بعض الاطعمه الهيلثي وبعض الاطعمه الان هيلثي اللي هي غير صحيه، وكمان جايب لي معاهم هابي فيس او ساد فيس، وعايزنا نوصل كل طعام بايه؟ بالحاجه اللي بتدل عليه. يلا بينا. اول حاجه صوره ايه دي يا دوره؟ اول صوره عندي اصحابي صوره فروتس. طبعا الفروتس من الهيلثي فود، يبقى اكيد لازم ناكلها، يبقى هنعمل فولو للهابي فيس. برافو عليكي. تاني صورة، صورة كيك. يا ترى الكيك ده من الهيلثي فود ولا ان هيلثي فود؟ لا يا اصحابي ده ان هيلثي فود، ما ينفعش ناكله كتير عشان ما يسوسش اسناننا، يبقى هنعمل فولو على الساد فيس. برافو عليكي. طب يلا صورة الفيجيتابلز الخضروات هنوصلها بايه؟ فيجيتابلز دي هيلثي فود، يبقى هنعمل بسرعة على الهابي فيس. طيب صورة اللولي بوبس اللي هي المصاصة اللي هي بتعتبر من انواع الحلويات دي، مفيدة ولا غير مفيدة؟ طبعا غير مفيدة يا اصحابي، ما ينفعش اكلها كتير عشان ما تسوس اسناني، يبقى على طول دي ان هيلثي فود، هنعمل فولو على الساد فيس. واخر حاجة صورة الايس كريم. انا بحبه قوي يا دورة بس ساعات بيوجع لي اسناني، يا ترى ده من الهيلثي فود ولا ان هيلثي فود؟ طبعا يا اصحابي الايس كريم ان هيلثي فود، هنعمل فولو على الساد فيس. شكرا يا دورة. I like strawberries. أنا أحب الفراولة. لما تحب تعرف حد عن حاجة أنت بتحبها قل له I like. I يعني أنا ولايك يعني أحب. I like. طبعا يا حبايبي إحنا لازم نحب كل الأطعمة المفيدة اللي هي إيه؟ الهيلثي فود، الأطعمة الصحية. زي كده أنا ودورة هنقول لكم دلوقتي بنحب إيه؟ أنا I like strawberries، أنا بحب الفراولة. يلا يا دورة أنت بتحبي إيه؟
I like apples. احنا اتفقنا مع بعض I بمعنى انا ولike بمعنى يحب. انا بحب يا اصحابي الابلز. I like apples. انا بحب التفاح. وانتي بتحبي ايه؟ I like eggs. انا بحب البيض. البيض طبعا مفيد جدا لجسمي، في كالسيوم وبروتين، وطبعا ايه مفيد جدا لاسناني. انتي كمان بتحبي ايه؟ I like grapes. انا بحب العنب يا اصحابي. I like grapes. انه طبعا نوع من انواع الفروتس الفواكه وهو مفيد جدا لجسمنا. Look and draw. انظر وارسم. يا ترى هنرسم ايه؟ بصي كده يا دورة، انا شايفة قدامي healthy food طعام صحي و unhealthy food اطعمة غير صحية. طبعا هنرسم عندها happy face او sad face. يلا قوليلي الابل هرسم معاها ايه؟ الابل يا اصحابي هيلثي فود زي ما قلنا قبل كده، يبقى هنرسم هابي فيس. طب والايج؟ الايج هيلثي فود ومفيدة جدا بالكالسيوم والبروتين لاجسامنا. هابي فيس. طب شورت الكيك؟ انا بحبها قوي. لا يا صاحبتي دي ان هيلثي فود، هنرسم ساد فيس. طب واللولي بوبس اللي انا بحبها؟ برضو هي كمان ان هيلثي فود، هنرسم ساد فيس. كل الاكل انا بحبه يا سامتي عنده ساد فيس يا دورة. لا يا صاحبتي عندنا كمان هيلثي فود، عندك الفيش. الفيش ده مفيد جدا لاجسامنا، فيه بروتين كتير قوي، وعشان كده هرسم عنده هابي فيس. طب والايس كريم؟ لا يا صاحبتي بيوجع اسناني، ان هيلثي فود، ساد فيس. والجريبس؟ لا الجريبس انا بنصحك تاكليه، ده فيه ايه فايده كتير قوي لاجسامنا، ده هيلثي فود، هابي فيس. عارفة انا بحب السلطة قوي، علشان كده هرسم عندها هابي فيس، عشان طبعا دي من الهيلثي فود الطعام الصحي جدا. دلوقتي يا اصحابي هناخد مع بعض سؤال جديد اسمه Look and circle the odd one out. يعني ايه؟ انظر وضع دائرة حول المختلف. تعالوا بصوا كده مع بعضينا. يلا يا دورة قوليلي كده الصور اللي قدامنا دي صور ايه؟ شايفين يا اصحابي picture number one صورة ستروبري، دي عندي من انواع الفروتس، ودي طبعا يا اصحابي زي ما قلنا healthy food. picture number two صورة رقم اتنين عندي orange، ودي طبعا يا اصحابي من healthy food. يلا نروح picture number three صورة رقم تلاتة عندي egg، وegg دي طبعا من healthy food. طيب نشوف كمان number four بنانا، ودي كمان من healthy food. ملاحظين ايه يا اصحابي؟ انا ملاحظة ان في ثلاث صور دي كلها من الفروتس من الفواكه مجموعة مع بعض كلهم، انما الايج دي مش من الفروتس مش من الفواكه، هي نوع من الاطعمة بس ايه مش من الفواكه، يبقى هي اللي هحط عليها سيركل. صح كده يا دورة؟ صح يا صاحبتي. تعالي نشوفوا المثال التاني عندي. اول حاجة عندي من ادوات المطبخ سبون. سبون بمعنى معلقة. كمان عندي من ادوات المطبخ فورك. فورك بمعنى شوكة. نمبر 3 عندي يا صاحبتي كمان عندي فلاور. فلاور وردة. ونمبر 4 عندي نايف. نايف بمعنى سكينة. شايفة ايه المختلف يا صاحبتي؟ انا شايفة ان الفلاور هي اللي مختلفة، علشان طبعا الباقي كلهم دي ادوات المطبخ اللي ماما بتستعملها. طيب تعالي نشوف كده مع بعض المثال الاخير. اول صورة قدامي ظهرت صورة ميلك. ميلك اللي هو اللبن، وكمان صورة سبون اللي هي الملعقة، وبعد كده ووتر اللي هي المية، واخر حاجة صورة الجوس. جوس اللي هو العصير. يا ترى هنا يا دورة ايه هو المختلف احط عليه سيركل؟ طبعا يا اصحابي المختلف هنا قدامي سبون مع ملعقة، لانها من ادوات المطبخ. اما عندي الملك والووتر والجوس كل ديت من العصائر اللي احنا بنشربها. برافو عليك يا دورة. دلوقتي يا دورة جمعتنا مع قطار الشطار. السؤال بيقول لنا write the first letter، اكتب الحرف الاول. ركزوا يا اصحابي وراجعوا الفيديو تاني، ويلا شوفوا كده صورة strawberry وصورة flower كل واحدة فيها بتبتدي بليتر ايه. يلا يا دورة يلا بعد نسلم على اصحابنا ونقول لهم ايه؟ good bye. باي باي يا اصحابي.